السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا عند ماما، وماما عزماني على محشي كوسة وبرنجان، فقلت أنا ما بعرفش أحفر الكوسة، فقلت لازم أتعلمها منها، فقلت أما أوريها لكم معايا. ماما قولي أنت، أصل أنا مش بعرف. طريقتها سهلة وجميلة والله، وهتجربوها تبقى إن شاء الله حلوة. بناخدها أول حاجة بنعملها، بنقوم جايبين دي كده، بنقوم قاطعين دي كده، نقطع دي بعد كده. المحشي اللي هنعمله النهاردة محشي الكوسة والدوب ده اهي، والبرنجان، والبصل، ومحشي البصل. ولما نيجي نحشيه هوريه لكم. مع السلامة. البصل ده احنا مسكنا البصلة قشرناها وغسلناها غسل كويس، والحتة دي ما قطعناهاش، ومسكنا ده وقمنا عاملينها كده اهو، فحرناها دي المحرة بتاعت الكوسة والبرنجان ده كده اهو، وعملناها. والكوسة برضو زيها، وديها برضو زيها برضو اهو. والبتنجان اهوت اهو برضو قمنا عاملينه كده اهو، لما هو بقى قلبه فاضي، وبعد ما يتقشى ان شاء الله هنوريه لكم. هنصفر البصلة في ال هنتبلها الأول بملح وفلفل وكمون، بملح وفلفل وكمون، وإلا صفيها بدل ما بهارات بهارات لحمة. هنتبلها بس كده، نحط الطماطم عليها تتشفت وما تتشفت خالص. هنقوم ايه طافيين من النار وغاسلين الرز وحاطينه، ونحط الرز والخضرة، الخضرة آخر حاجة لأن الخضرة بتشرب عصير الطماطم منه. الطماطم دي ماما وهي بتعصرها حاطه فيها قرن فلفله، قرن فلفله وثوم، حوالي راس توم كده، راس توم مقشراها وحطها حطها مع الطماطم خمرة، والثوم حطيناه فيها، وقمنا خلطينه في الخلاط. الله، والله ريحة البصل تحفة ما شاء الله. هنسبك الطماطم دي خالص، بعد ما هنسبكها هنقوم طافيينها وحطينا عليها الرز وحطينا عليها الخضرة، ونحشي الكوسة والبرنجان ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، نعمل جرس تعمل شكل. الطماطم بدأت تغلي معانا اهي، والتسبيكة هقول لكم كان حطانا ايه. بصلة صفرناها، وحطانا ملح وفلفل وكمون وبهارات لحمة، ومعصير الطماطم، معصير الطماطم هي بتتخلط، حطينا فيها راس ثوم وقرن فلفل شطة أو فلفل أحمر، وعصرناه وحطيناه، نزلنا عليه على البصلة في الخليط ده، وهنسيبه تتثبت، هنسيبه على النار تتثبت شوية لما المية خالص تنشف، وبعد كده نحط الخضرة. وبعد ما اتسبكت هنحط مرقة فاين فود، بس نخلي بالنا من الملح واحنا بنحطه في الاول علشان ما نزودش مكعبات مرقه، ما نزودش في الملح علشان المرقه فيها ملح. دلوقتي وهو على النار لسه هنحط الرز. بعد ما حطينا الرز هنحط الخضرة. هنحط
وهنطفي النار على طول عشان وهنقلب كويس وهنحشي بيها الكوسه. ويا سلام بقى لو في لحمه مفرومه تحفه. اللحمه المفرومه بتتحط مع البصله في الاول، نخدلها كده و الوقت واحنا هنحشي الكوسه والبرنجان والبصل. انا عايزه اقول احنا حطينا في القعر ده اللي خرج من الكوسه والبرنجان والبصل، هنحطه في القعر علشان الكوسه ما يحصل لهاش حاجه. وقت الخلطه اهي استناها من على النار، وهنحط برضو الرز اهو في قعر الحله. القعر ده بقى في ناس كيفها زي اختي بتحبه، تحب تاكل قعر الحله ده بيبقى طعمه حلو. وادي البرنجان والكوسه، وماما لما هتيجي تحشيها اوريها لكم. احنا بنحشيه يا جماعه وما بنملهوش قوي لانه الرز لما بتطبخ بيزيد، فبتعملوه ايه اقل بشويه. بعد ما بنحشيه كده بصوا في ناس بتعملوا ايه واقف كده واقف كده وبيملوا الحله مثلا ايه كده 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 كده. وفي ناس بيقوموا عاملين دي كده ويقوموا حاطين دي كده عشان الرز ما ايه ما يتكبش كده كده، دي في بوز دي كده عشان الرز اللي جواه ما يتكبش كده كده. فانتوا زي ما انتوا عايزين، لو انتوا عايزين توقفوها زي ما كانت كده والصف كده عادي مفيش مشاكل. عايزين تعملوها زي ما انا بحب اعملها كده بصراحه كده ببعض كده والرز ما بيتكبش ولا اي حاجه. فاحنا بقى هنحشيها كلها ان شاء الله وهنوريها لكم بعد ما تتحشى كده. والبرتنجان اهو زي ما بقول لكم ما تملوهوش قوي لانه الرز بيستوى. خلصنا محشي الكوسة الاول اهو، نحط محشي البرنجان. احنا ممكن نحط البرنجان الاول وبعد كده الكوسة، بس ماما النهاردة بالعكس برضو عادي هنحط الكوسة وبعد كده البرنجان وفوق خالص البصل. البصل بقى هيخليه طعمه ولا اروع على راي اختي، يا فكات يا حركات. هنخلصها ونرجع لك تاني. كان طيب مننا يا جماعه ورقتين كرنب من الكرنب من المحشي اللي فات، فكنت حطاهم في الفريزر ومقطعهم اهو. قلنا نكملكم الحلة اهو مع مايلها سهلة اوي 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 اهو. بسم الله اهو من هنا كده اهي دول كانوا في الفريزر، شوف ما صابهمش اي حاجة ازاي كانوا فايدين من المحشي اللي فات اهو. من هنا من الشمال من هنا وبعدين تتنيها دي كده دي كده اهو. المحشي اهو خلصناه ما شاء الله شكله حلو.
والله طعمه لان ريحته ما شاء الله حلوه قوي قوي. فان شاء الله هنسخن ميه، او لو عندنا شوربه هنسخن الشوربه وبعدين هنحطها عليها شوربه فيها ملح وشويه فلفل صغيرين، وهنقوم حاطينها عليه. او في بيعصر طماطم وبيصفيها وبيحطها مع شويه ميه ويسخنها قوي ويقوم حاطينها ايه عليهم. فبعد كده بنغطيها، وبعدين اما الميه بتشرب بنهد النار عليها خالص. وبعد ما بنهد النار عليها ما بقى بيستوى المحشي، بيستوى حلو قوي قوي. فبنشيلها بقى من على النار. احنا في النهايه خالص بنقوم قادحين عليها شويه زيت، بنقدح شويه زيت في المقلايه، وبعدين بنقوم كبينهم على الوش وبنقوم غرفينهم. فما شاء الله ما شاء الله بيبقى والله جميل قوي قوي. وجربوه وان شاء الله الوصفه دي هتعجبكم وهتبقى حلوه. وانا كنت اتمنى ان بنت اختي تكون معايا النهارده عشان اكلها محشي من دوت، لان احنا بنعمله بلحمه مفرومه فهي ما بتحبش اللحمه المفرومه فيه، فاحنا النهارده عاملينه من غير لحمه مفرومه. فكنت اتمنى ان هي تكون موجوده معايا، واتمنى ان هي تشوف الفيديو وتعرف انني يعني كان نفسي النهارده تكون النهارده موجوده معايا وتاكل معايا من المحشي ده. هي بتمتحن، ادعوا لها ربنا ينجحها. هي بتمتحن الايام دي، فادعوا لها ان ربنا ينجحها وينجح ولادكم وينجح اي حد عندكم بيمتحن يا رب، ويفرح الجميع. احمد في سنه ثانيه ابتدائي يا رب يا رب، وينجح احمد ابن بنتي يا رب، واولاد بنتي الثانيه يا رب، وربنا ينجحهم وينجح لكم ولادكم يا رب. وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان هو على الأبواب، على فكرة في رمضان المحشي ده بيبقى بجد بجد بيبقى حلو قوي قوي قوي. فيا رب رمضان يبقى عليكم السنة دي كويس، يكون أحسن من السنة اللي فاتت يا رب. واللي ما صامش السنة اللي فاتت كان عنده ظروف إن هو تعبان، يا رب السنة دي يكون راق وبقى كويس. وتصومهم يا رب، واجعلوا شهر كريم علينا وعليكم وعلى أولادي وعلى أولادكم وعلى حبايبكم وعلى كل اللي بيشوف يا رب. وده شكل المحشي بعد ما خلص، أتمنى إن هو يعجبكم، وإن شاء الله إن شاء الله تجربوه وهتحبوه. وعلى فكرة دوت يا جماعة ورق خاص، ورق خاص. فات شوية رز قلت أعمل بيهم إيه، قلت اعمل ايه، اعمل بيهم محشي. فما شاء الله طالع بجد بجد حلو قوي قوي. ورق خاص هو. ودي الكوسه بعد ما اتعملت اهي، اهي شكلها جميل قوي. والبتنجان اهو، والبصل اهو ما شاء الله، والكرنب. اتمنى ان هو يعجبكم يا رب وجربوه. وبمناسبة برضو رمضان ارجع تاني واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والأمة الإسلامية كلها بخير وبصحة، ويعودوا علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. السلام عليكم ورحمة الله.